يعني لفت النظر بأننا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن تلك الزيارة التي قام بها هاكان فيدان إلى العاصمة الإيرانية طهران، واليوم بدأت تسريبات تلك الزيارة تخرج للعلن. كثير من المدونين والمغردين يشيرون إلى أن هاكان فيدان هدد إيران بأنها إذا ما تدخلت لدعم أرمينيا ضد أذربيجان فإن الجيش التركي حينها سيتدخل ضد الجيش الإيراني. بماذا تعلق؟ بعد السلام لكم مجددا. حقيقة نحن نعلم علم اليقين بالنسبة لسياسة النظام الإيراني وتدخله في شؤون الدول الأخرى، وخاصة أحداث بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا بالفترات السابقة، وكيف إيران ساندت ووقفت إلى جانب أرمينيا في أحداث معينة. وطبعا ما يحصل اليوم حقيقة هو دليل واضح أن النظام الإيراني لا يريد أن يغير بسياسته بالتدخل في شؤون دول الجوار، وخاصة الدول الذي حقيقة من حقها أن ممكن هنا وهناك أن تكون بينها أزمات مثل جمهورية أذربيجان وأرمينيا أو غيرها منها. ولكن اللافت للنظر التدخل الإيراني السافر في هذه الأمور. بالنسبة للموقف التركي حقيقة هذا موقف محمود. أولا أنه لا ننسى أن جمهورية أذربيجان هم وتركيا أشقاء، ناهيكم عن البلاد الأخرى. ولكن ما يثير يعني المتابعين يعني حقيقة التدخل الإيراني، أن لحد الآن يعني وبفترات ماضية يعني لا نرى يعني مواجهات لا سمح الله مباشرة من هذه الدول المجاورة للنظام الإيراني، حتى النظام الإيراني يتعامل مع هذه الأحداث بعداء، إن كان مع جمهورية أذربيجان أو مع حتى تركيا وغيرها. ناهيكم عن النظام الإيراني أستاذ خالد ومشاهدي الكرام، لا يرتبط أصلا لا بالإسلام ولا بالتشيع ولا بحتى الرسائل السماوية. نحن نشاهد حقيقة الفتك والجرائم الذي يقوم بها النظام الإيراني، إن كان في العراق وسوريا ولبنان وغيرها، وخاصة على أراضي الشعوب الغير فارسية الذي هي تمثل الكثير من عتها الغالبية المحتقنة أو يعني المحتضنة المذهب الشيعي. فحقيقة هذا النظام نظام توسعي، نظام أساسا بني على الحروب، بني على التدخل. والجميع يعلم مقولة خميني المعروفة أن الحرب نعمة لنا، وهذا ما صرح به في أيام هم الأولى في حروبهم أو حربهم ضد العراق الشقيق عام يعني في بداية الثمانينات. فبالواقع أتصور اليوم يعني كل العالم مكشوف له أن الموقف الإيراني هو مزعزع لأمن الدول إن كانت إقليمية أو حتى مجاورة له والعالم. وبالعكس نحن نشاهد يعني بالنسبة موقف الدولة التركية والحكومة التركية بالنسبة لأشقائهم في جمهورية أذربيجان، هذا مؤيد ليس فقط من الأتراك أو الحكومات التركية أو الشعوب الناطقة بالتركية يعني وأصولهم تركية طبعا، لا حتى من قبل يعني دول أخرى وشعوب أخرى، ومنها خاصة شعوبنا المحتلة من عموم في عموم جغرافية ما تسمى إيران من قبل النظام الإيراني. فنحن أيضا نقف بجانب الأشقاء في جمهورية أذربيجان، وأيضا مع حلفائها الذي يقفون معها لمواجهة النظام الإيراني وسياسته الإرهابية. ونطالب من خلال قناتكم الموقرة أن يكون موقف جاد من قبل الدول الإسلامية والدول الحرة، بغض النظر عن ما نتحدث عنه حول
ديانة أو مذاهب هذه الدولة أو تلك الدولة، ولكن هذا حق شرعي. هناك حقوق مختصبة، هناك حقوق مختلف عليها. فأتصور لا يجوز للنظام الإيراني ولا غير النظام الإيراني أن يتدخل في شؤون جمهورية أذربيجان أو غيرها. فمن هذا الباب يعني نطالب العالم بالوقوف إلى جانب جمهورية أذربيجان ومواجهة النظام الإيراني وسياسة الخارجية وسياسة مع الدول الجوار مثل هذه الحالات، الذي عرف أصلا منذ 45 عام سياسة توسع، سياسة احتلال وسياسة تدخل في شؤون الدول الثانية. أستاذ خالد. طيب سيد طاهر، لفت للنظر هنا بأن الصحف الإيرانية تقول عن أنه هذا الأمر يمثل مؤامرة من قبل كل من تركيا وأذربيجان وإسرائيل فيما يتعلق بسعي أذربيجان لاستعادة هذا الممر الاستراتيجي من أرمينيا. طبعا هذه دعايات إيران وتداعيات كذبها حقيقة. يعني شو دخل أراضي أرمينيا أو أراضي جمهورية أذربيجان، اسمعني شلون، وهو خلاف حدودي بين دولتين من الممكن أن تحل بالمفاوضات، تحل بأي نوع من الطرق السائدة. يعني ما دخل إيران؟ إيران الآن تحتل كل الضفة الشرقية للخليج العربي ولديها عشرات من الموانئ الأحوازية الذي محتلتها وتصرف بها بشكل عام. أيضا لا ننسى الحدود الجنوبية للأحواز من مقابل محافظة السليمانية أو عيلان في الأحواز وصولا إلى شط العرب، وقبل يومين فتحت السكة الحديدية بين الأحواز المحتلة والعراق وتجارتها وصادراتها وتوسعها وإرهابها مفتوح لأكثر من 2000 كيلومتر من باب السلام حتى عيلام الأحواز. فأتصور النظام الإيراني يعني من أهم أهدافه هو التوسع، من أهم أهدافه هو حقيقة يعني توسيع مشروعه الاحتلالي، توسيع مشروعه بسط الهيمنة على المنطقة. وأتصور هذا لا يرضى به لا الأتراك بجمهوريتهم الدولة التركية وجمهورية أذربيجان وحتى الدول المجاورة الأخرى، أن النظام الإيراني معروف بسياسته للتدخل وتدمير الشعوب. ونحن نشاهد يعني اليوم ما يحصل في العراق والدول الأخرى من الرجوع إلى الخلف بالنسبة لكل قضايا اليومية. يعني فأتصور النظام الإيراني خاطئ في محاسبته، والنظام الإيراني تعتبر هذه الخطة هي توسعية، ولا أتصور ترتبط بقضايا إنسانية أو قضايا تجارية. ونحن نعلم هذا الممر الاستراتيجي يريد أن يربط النظام الإيراني وتكون سيطرته عليه كسيطرة يعني هيمنة حتى يتمكن من توسيع مشروعه التوسعي والإرهابي في منطقة البلقان بشكل عام وحتى أوروبا الشرقية.